ماشي تمام زي الفل زي الفل. نغير بس الكاميرا بتاعت الدراع دي عشان نظبطها على الجهاز بالظبط. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. He ain't no licks in the family. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة، والحلقة الخامسة من لعبة جولد رش او التنقيب عن الذهب. ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب، شير كتير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وقولنا رأيكم في الكومنتات تحت عن اللعبة وطريقة اللعب، ويا ريت ما نكونش بنأخر عليكم في الفيديوهات، وعشان ما نطولش عليكم ورغي كتير نخش على طول في اللعبة. ماشي يا شباب، اخر مرة كنا عملنا 2000 جرام من الذهب وبعناهم كلهم، كان معانا مبلغ حوالي 76,000 دولار، بس دلوقتي مش معانا غير 29,000، لان احنا كنا واخدين قرض من البنك وسددناه، يعني دلوقتي معلناش اي قروض. هو الحاجة الوحيدة بس اللي هي هندفع عليها فلوس ايجار الحفار بتاعة الرمل الكبير، وهو اليوم ده قرب يخلص كمان، يعني كده هياخد علينا ايجار يوم كمان، فان شاء الله نحاول نعوض كل الفلوس دي في اقرب وقت ممكن. فممكن دلوقتي نروح نشوف ان احنا عايزين اضاءة للمكان عندنا للارض، نجيب نظام اضاءة عشان ينفع نشتغل بالليل، لان لو احنا ما استغلناش موضوع ان احنا نشتغل بالليل ده مش هنعرف نكون فلوس باسرع وقت ممكن، يعني دي فكرة من ضمن الافكار. والفكرة التانية ان احنا ممكن برضو نجيب المكن الآلي الكبير ونشتغل كل المكن اللي عندنا يبقى اوتوماتيك ما يبقاش يدوي، يعني احنا ممكن ناخد الجنريتور ده ماشي، ونجيب 4 لمض من دول مثلا ونشغلهم هناك للإضاءة بالليل، يعني وقت الليل نشتغل، او ان احنا هو ده جنريتور برضو. لايت سيستم ده عامل 8000، ممكن نشتري هو هيوصل لنا 4 أجهزة تقريبا تقريبا، انا مش عارف ده ممكن ينفع ولا لا، بس احنا ممكن نأجل ده دلوقتي ونخلينا في الكبير احسن، لان ده مش مضمون الصراحة ان هو هينفعنا ولا هيبقى مكلف على الفاضي. فهناخد التاني. ايه ده جديد ده؟ تمام ناخد ده، هناخد منه 4 او ناخد 6، ممكن ناخد 6 ماشي 6، وناخد المشترك اللي هو بتاع الكهرباء اللي هو ده ماشي 1، وناخد الأسلاك ناخد من دول 6 عشان كل واحدة بتحتاج كابل منهم، وتقريبا ممكن ناخد حاجة من الكبير ده احتياطي معانا، ممكن يكون ايه ده. اخرنا في ان احنا نشتري، مش هينفع نشتري اكتر من كده مش عارف ليه، ممكن تكون اللعبة معلقة. ماشي هنشوف الموضوع ده بعدين، مش مشكلة مش عايزينها دلوقتي. طب والبنزين هل هينفع نشتري ولا هيقول لا؟ طب احنا مش اشتريناش الجنريتور اساسا ده. تمام نفعت ماشي. طب هل دلوقتي ينفع ان احنا نشتري الكابل ده ولا خلاص هو ده مش نافع اساسا؟ في تهنيجة في اللعبة مش مخلاني عارف اشتري الكابل ده يا جماعة، فهنحل الموضوع ده بعدين. ولا كمان الجيركن بتاع البنزين مش مشكلة، احنا عندنا تقريبا التانك الكبير ده مش محتاجين اللي هي الصغيرة دي. ماشي نحمل كل الحاجات دي في العربية ونرجع له. وصلنا الأرض أخيرا يا شباب، بس للأسف يعني ان احنا وصلنا بعد ما كان الجو خلاص، يعني مش هينفع نشتغل أساسا في الضوء ده المنعدم، الدنيا كحل. اعتقد ان احنا ممكن ننزل العربية بس ماشي، نفضي كل الحاجات هنا وبعد كده نروح ننام، والصبح ممكن نكمل بقى تركيب ونحفر، وعشان نجهز لبكرة في الليل، يعني الليل بتاع بكرة المفروض ان احنا هنشتغله مش هننام.
لان احنا محتاجين اكبر وقت حفر ممكن عشان نرجع كل اللي دفعناه، وعشان عايزين كمان نجمع فلوس نشتري بيها نظام الغسل الاوتوماتيك الكبير الضخم، وده هيكلفنا فلوس كتير جدا. فكده نزلنا كل حاجة من العربية، ما فاضلش اي حاجة. ماشي، تمام. فكده هنروح بقى نبطل العربية ونروح ننام دلوقتي، والصبح نقفل كل الحاجات دي نركبها، وكمان نشتغل في الحفر. ومش عارف الدنيا كحل ليه كده، مع ان الساعة لسه 9:30، وقبل كده كنا شغالين لحد الساعة 12 وما كانش الجو عامل كده. ماشي، تمام. لازم ياخدوا طبعا الايجار، بس بتاعتي 8500. ثواني كده، دي ايجار الحفار، ودي تقريبا مش عارف دي ايه، بس احنا دلوقتي معانا 15900. تمام، فهنركب بس نظام الإضاءة دلوقتي ولا نحفر الأول؟ طب هنركب نظام الإضاءة الأول وبعد ما نخلص نرجع لكم، خليكم معانا. تمام، كانت دي آخر واحدة احنا المفروض نركبها. في واحدة كمان هنا زيادة هنا، دي مش هنركبها دلوقتي غير لما نشوف نظام الإضاءة أصلا كده صح ولا في حاجة ناقصة. وكمان احنا نسينا حاجة مهمة، ان احنا مكناش محتاجين جهاز جنريتور زي ده، لان احنا عندنا واحد كمان هو ده اللي احنا شغالين عليه بالمكنة دي، فهو ده وصلنا عليه نفس التوصيلات. فاللي معانا ده دلوقتي في العربية زايد علينا، ده مش عايزينه ومش محتاجينه اصلا. فدلوقتي هنبدأ حفر بقى ان شاء الله. تقريبا هنغير المكان بتاع الحفر، وتقريبا الحفار اساسا كان شطب بنزين اخر مرة، هنشوف دلوقتي. ماشي، نعمل اطار خارجي. فعلا مش هيكفي البنزين اللي فيه، فهنعبيه بالبنزين الاول. بيعبي اهو، بيعمل فيولينج. هل بتاخد كام لتر اصلا دي؟ هنشوف. هي كان المفروض الخزان اللي معانا ده كان فيه 1000 لتر، 1000 لتر، ودي كانت فاضية يعتبر خالص، فهنشوف هي بتكلف كام لتر. بس احنا اصلا ما اشتغلناش بالخزان بتاعها كله، لان هي كانت مليانه نصها بس، فاحنا دلوقتي هنفولها خالص. تقريبا التفويله بتاعت التانك اللي معانا اللي هي 1000 لتر كانت عامله 8000 او 5000 دولار. خلاص هيفول، فاضل له حاجه بسيطه. تمام، خلاص خلص. ماشي، تمام. فاضل في قد ايه بقى؟ فاضل في اقل من النص، يعني دي حوالي بتاخد الخزان بتاعها بياخد حوالي 500 لتر. مش مشكلة، مش وحش، مش بطال، لا. بس الخزان كامل، مش نص. ماشي، نشبكها ونرجع عشان نبدأ حفر، ما يبقاش في حاجة معكسانة خالص. تمام، خليك هنا، اقفل النور، بطل العربية، انزل. يلا يا باشا، حفرتك وورينا مهاراتك. ماشي. تقريبا احنا عايزين نحرك الحفارة من هنا اصلا، لان احنا مش عارفين نحفر هنا. ماشي، نعدلها. ماشي، ننور النور. والله برضو مش شايف حاجة. نرجع، عايزين نبقى قريبين وفي نفس الوقت شغالين في منطقة حلوة، يعني مش بيعكسنا حاجة. ماشي، اعتقد كده هنشتغل. ماشي، تمام، زي الفل زي الفل. نغير بس الكاميرا بتاعت الدراع دي عشان نظبطها على الجهاز بالظبط. ماشي، تمام، هنا كده مظبوط زي الفل، مية مية، شغل على مية بيضة. تمام جدا. خلاص يا جماعة، اهو 96%. ماشي، حاجة بسيطة ونخلص. 97 كمان، واكيد هتبقى 98. هنملى السكينة دي وممكن ما نحطهاش في الجهاز، لان هيكون ملا
بقى 100%. بس نظام الإضاءة يا جماعة فارق معانا كتير جدا. هي المشكلة الوحيدة بس اللي واجهتنا إن احنا ملقناش دهب كتير، واحنا بنحفر زي كل مرة. مش عارف ده عيب حاجة معينة عملناها ولا ايه بالظبط. فهنقفل الحفار لأن هي كده بقت 100% خلاص، وهنقفل كمان كل الأجهزة. ده خد 57%، فعلا أثر عليه تأثير جامد، لأن ده وده كانوا متفاعلين مع بعض. ده 57% وده بقى 71%، يعني تقريبا كده شغال مكان جهازين يعني المفروض. فناخد الجردل ده برضو ونروح نصفيه في الأجهزة الأوتوماتيك اللي عندنا هناك ونشوف الوضع هيبقى ايه. ماشي، احنا كان معانا 222، دلوقتي عمال يعد اهو، هنشوف هيخلص على كام. حاليا 350، هيدخل في 300، 400، مش هيجيب 405. تمام، خلص، عامل 437، يعني تقريبا 210 جرام زيادة على اللي احنا لقيناهم واحنا بنحفر. هنبطل الأجهزة دي ونروح نكمل حفر هناك، وهنخلص حفر هناك وبرضه نرجع لكم عشان وقت الحلقة ما يكبرش. بس يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب. يا ريت يا جماعة تشيروا الفيديو ده بأقصى حد ممكن عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. خلاص الشباب، دي تقريبا آخر سكينة، 98% اهي. ماشي، دي هتكفي وهتزيد كمان. سوري، نسينا نبطل الحفارة ونقفل النور. ماشي تمام، خلصت، نقفل الأجهزة. ماشي، ناخد الجردل، بس هناخد معانا العربية كمان. ليه؟ لأن احنا المفروض دلوقتي هنروح نشوف أسعار الأجهزة اللي هي الأوتوماتيك الكبيرة، لازم نجيبها عشان دلوقتي الشغل بقى صعب جدا بالحفارة. لأن زي ما انتوا شايفين احنا عملنا، بص، حفرة قد ايه كده كتير جدا، في الشغل بيها صعب. وكل ما ده وبنبعد عن كمان الجهاز ده، فلازم نجيب الأجهزة التانية، وهنجيب معاهم العربية الدام تراك. هنحاول يعني، هنشوف دلوقتي مع بعض كل حاجة ونشوف الفلوس ممكن تشتري لنا ايه بالظبط يعني. طبعا العربية مش عايزة تطلع لأن هي أساسا في مقتل. تمام، خرجناها الحمد لله، العربية تعبانة جدا، تقريبا جابت نطور. الساعة 5:30 والجو زي ما انتوا شايفين كده، احنا مش شايفين حاجة غير بالنور، مش عارف ايه اللي حاصل بالظبط. فنخلي العربية دايرة، نحلل الجردل ده نشوف فيه كام جرام. فين هو المكان؟ انا نسيت المكان يا جماعة. ماشي، هو ده، احنا اتزنقنا بس. لا، نجيبه هنا الاول. ماشي، يا ترى يا هل ترى هيطلع لنا كام؟ ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب، شير كتير للفيديو يا جماعة، ادعمونا باشتراك، اشتراكه بيفيدنا جدا والله، فرق معانا جدا. تمام، ساعة الحسم وساعة الحقيقة، يا ترى هيطلع لنا كام جرام؟ احنا دلوقتي معانا 560 جرام، نتمنى توصل 800 بس دي صعب يعني. 650 و60، ما اعتقدش حتى توصل ل 750. لا ماشي، مش مشكلة، 729 جرام هنروح نبيع على الكلام ده، مش مشكلة. واحتمال كمان ناخد قرض تاني للأسف، مش عارف، هنشوف دلوقتي مع بعض يعني، نوصل المدينة ونشوف مع بعض، خليكم معانا. تمام، وصلنا المدينة، هنروح بس الأول كده. أي فاشل، فاشل بمعنى الكلمة. هنروح الأول عند بلاك سميث، نحول الذهب ده لسبائك. لودينج، لودينج مقرف في اللعبة. اي تاني فاشل، مش محتاج اقول لكم سواقتي عامله ازاي، انتوا بنفسكم شاهدين وحاكمين. ماشي، وصلنا عند البلاك سميث بعد معاناة كثيرة. نحول اول 560 تقريبا، هو بيحول كل 560، 67. ماشي، حول يا باشا،
يا رب بس نلاقي فيهم حاجات حلوة. طيب بما ان هو بياخد وقت فيخلص ونرجع لكم. خلصنا اول سبيكة ماشي، نستلم ونطبخ التانية 162. ماشي استلمنا دي وهنستنى التانية تخلص. طب تمام خلصنا تاني سبيكة برضو، نستلمها ونروح نبيع. يا رب نكسب فيهم فلوس حلوة، بس عشان لازم يبقى معانا مبلغ أعتقد مش أقل من 100,000 عشان ينفع نشتري كل الأجهزة اللي هي احنا عايزينها، اللي هي الأوتوماتيك الكبيرة. فاحنا طبعا 100,000 دلوقتي احنا مش هنقدر حتى نجمع 20,000 دلوقتي أعتقد، أو 30,000 بالكتير. فاشل سواقة حرفيا، حيوان بيسوق. احنا عايزين أكبر مبلغ ممكن من السبائك دي، يا رب البنك ما ينصبش علينا. ماشي 21 و6، الاتنين على بعض قول تقريبا، هنشوف الاتنين على بعض تقريبا عاملين 28 حاجة زي كده يعني. ماشي كل المبلغ اللي معانا 41,000. طيب لو خدنا كارت، لو خدنا كارت معانا لحد 81,000، 81 على 41 هيعملوا معانا 120,000. بس احنا لو خدنا كارد وسددنا في خلال 3 أيام أو 6 هندفع 139,000. أعتقد فكرة الكارد فكرة وحشة جدا. احنا معانا، طيب دلوقتي تعالوا نشوف معانا مع بعض الأسعار ايه اللي احنا محتاجينها عشان نعرف اذا كان مستاهل ان احنا ناخد كارد ولا ندوس على نفسنا يومين كمان شغل وممكن ما نستعملش الكارت، ما ناخدش كارت. هنروح نشوف الأجهزة عاملة كام كلها على بعض. ماشي وممكن نأجر منهم حاجة ونشتري منهم حاجة، مش لازم كلهم يبقى أجار وكلهم شراء. ممكن يعني ايه نحاول نظبطها مع بعض. يعني احنا عايزين مبدئيا دي هي عاملة 103,000، دي اكيد لازم نأجرها حاليا يعني. فلو أجرناها هنأجرها ب 4,000. طيب اول سعر معانا 4,000 ماشي، واعتقد ان احنا عايزين كمان ده، ممكن ناخد ده بدل العربية، مش عارف ممكن ناخد ده بدل العربية. ده عامل 130,000، ولو أجرناه هيكون عامل 5,200. العربية ما زالت أرخص. طيب احنا عشان برضو نبقى عارفين احنا محتاجين ايه، فدي التير 1 ودي التير 2، دي اللي معانا التير 2. احنا بقى عايزين التير 3، محتاجين شكر شيكر وترومل ودوبلكس جاك و سيولس بوكسز وبيج باور جنريتور وكابلس. حلو ماشي. طب الشيكر والترومل موجودين هنا، ده الشيكر ده تمام، ده عامل 85,000. لو أجرنا ب 3,415 ده لو أجرنا. ماشي الترومل بقى فين؟ دي ترومل بس دي 176,000، ودي ترومل برضو ترومل دي ب 26,000. دي يعني إلى حد كبير رخيصة يعني، حتى لو هنأجرها ب 1,000 دولار مش حاجة، ولو اشتريناها برضو مش حاجة. فأعتقد إن احنا هنشتريها، احنا خلينا في الصغيرة دي يعني، دي الوسط ودي الكبيرة، بس احنا خلينا في الصغيرة أعتقد. ممكن في الأرض التانية نبقى نشتريها. طب الديولكس جاك دي هي دي عاملة 38,000، محتاجين 15,500 إيجار. ماشي طيب احنا محتاجين اتنين من دي، خد بالك لازم اتنين. ومحتاجين دروكر، ده محتاجينه. دروكر لا، سيولز بوكسس دي اللي محتاجينها. فين هي؟ طيب دي
بس احنا محتاجين دول على فكرة، احنا محتاجين دول. دي هي دي $500 دي رخيصة جدا، ودي 900، لا دي رخيصة جدا، دي احنا ممكن نشتريها بقى. ومحتاجين دي كمان عشان لو هنجيب العربية هتفض فيها، ودي دي اللي هتسحب لحد الجهاز هناك. فاحنا ممكن مش عارف نعمل رنت مثلا، ودي رنت. طب احنا محتاجين دي ولا دي ولا الاتنين؟ انا مش عارف، تقريبا محتاجين دي مش دي. مش عارف والله، احنا ناخد الكبيرة وخلاص. ماشي، نعمل 2 رنت اعتقد، ولا شراء؟ اد شراء احسن. ماشي، وكمان عايزين قلنا في كمان دي. طب ممكن ناخد واحدة من دول على اساس ان هي ممكن تكون، او ناخد 2، ممكن تكون دي مش التانية. طيب وفي دي قلنا، وفي دي، فمش عارف دي هتبقى رنت بكام. رنت ب 19,000، انا دي عامله 480,000 اساسا، انت بتهزر. ودي عامله 1,000,000. الرنت عامل كام يا حبيبي؟ 7,000. لا يبقى مش 1,000,000، 176,000. 176,000. امال دي غالية ليه؟ انت غالية ليه؟ لا طبعا، هدي هدي على قدنا. دي ب 26,000، بس ما اعتقدش برضه ان احنا نقدر نشتريها، فعشان كده هنأجرها. ماشي، وعايزين الشيكر ده، ايجار كله ايجار. وعايزين الجنريتور ايجار برضو، وعايزين العربية دي. العربية هنأجرها. ماشي، طيب احنا دلوقتي معانا 41,000. حلو، المفروض ان احنا عايزين ندفع 17,900، قول 18,000، وهننقلهم بمبلغ وقدره. ماشي، نجرب نعمل كده، نجرب نعمل كده. تمام، ترانسبورت بقى، انا لحد دلوقتي 5,200 ولسه شغال يعد. شكلنا ان انا اخد كارت، لان لسه عايزين نشتري حاجات تانية من الماركت الصغير ب 12,000. هنعمل لهم موف طبعا، للأسف لازم نعمل لهم موف. بس احنا كده هنروح نشتري بقى الباقي من المحل الصغير، واعتقد للأسف ان احنا لازم ننهي الحلقة هنا، وهنركب كل الأجهزة دي بكرة مع بعض. يعني مش هنكمل، مش هنروح نركبهم، والعربية كمان عايزة تتفول، ناقص انا دافع فلوس يا حبيبي. انا مش معايا غير 11,000، وعليا ديون للركب. سيبني في حالي، الله يبارك لك. ماشي، احنا اخدنا الجنريتور، فاضل لنا مثلا عايزين دول الجريل، دول عايزين تقريبا اعتقد 6 للأسف، يعني 11,000 و كده مشكلة في الفلوس، كده مشكلة كبيرة في الفلوس على فكرة. وعايزين كمان البتاع الكبير من ده، هو فين؟ انا مش فاكر، تقريبا هنا جنبه. ده هو ده. عايزين برضو 6 تقريبا، مش عارف نشتري 6 دلوقتي. ماشي، للأسف احنا أساسا مش معانا فلوس كتيرة، فمضطرين نشتري أي حاجة. واحنا عايزين كمان كابلات،
كابلات دي 5 متر، 4 متر، ودي 7 متر، صح؟ خلينا في الخمسة، خلينا نشتري 4 من دول و4 من دول، مش عايز اشتري غير 2. ماشي، مش مشكلة، ممكن نشتري الاتنين نمشي حالنا بيهم. ماشي، تمام. اوردر. في حاجة تانية؟ لا، خلاص. طيب يا شباب، كده اشترينا كل حاجة مطلوبة تقريبا، مش محتاجين اي حاجة تانية على ما اعتقد، والمفروض ان احنا ننقل كل الحاجات دي النهاردة، بس للأسف وقت الحلقة كده خلص، فلازم نستنى لبكرة، فهننقله مع بعض بكرة ان شاء الله، او الحلقة الجاية يعني قصدي. فللأسف مضطر اقول لكم بقى دي نهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب، شركة الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس، وهتوحشوني جدا، ومع السلامة.